قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والسعر العملي الرئيسي للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% و 22.25% و 21.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير 2024، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين من خلال 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية. ضمن جهود الدولة لتوفير السلع المدعمة للمواطنين، بدأت المنافذ التموينية بمحافظة الجيزة في صرف الحصص التموينية من المواد الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية لشهر فبراير ضمن مقررات التموين. السلع كلها بتاعت التموين متوفرة، مفيش أي مشكلة فيها، ولا فيها زيادة أسعار، ولا فيها أي مشكلة في نقص في منتج. السكر موجود وب 12.60 جنيه، وده سعر استرشادي، مش المواطن ما بيدفعش ثمنه. ازاي الزيت ب 30 جنيه والمواطن ما بيدفعش ثمنها، سعر استرشادي. بعد كده بقى بياخد بقى، يعني لو هنقول مجازن بتاع 4 افراد، بياخد 4 ازايز زيت و4 كيلو سكر، وبقيه فلوسه بياخد بيها بقيه المنتجات اللي هو عايزه بقى اختياريه. عمليه صرف الحصص التموينيه تاتي مع تشكيل مجموعات عمل من الاجهزه الرقابيه التابعه للوزاره للمرور بشكل دوري على كل الاسواق لمتابعه انتظام عمليات الصرف. عندنا كل المنافذ تعمل النهارده، عندنا اكثر من 30 سلعه تموينيه موجوده داخل منافذ تلك السلع التموينيه، كلها تعمل. المواطن بيتقدم ببطاقته ياخد السلع التموينية على حسب عدد افراده. الاسعار ثابته زي ما هي دون تغيير في اي سعر. سكر ب 12 جنيه و60 قرش، الزيت ب 30 جنيه، فمفيش تغيير في اي سعر، مفيش تغيير في سعر اي سلعه. منافذ التموين بالجيزه شهدت اقبالا من المواطنين ضمن 40,000 منفذ على مستوى الجمهوريه، مع ضخ السلع الغذائيه بالشركات التابعه لوزاره التموين وطرحها للمواطنين باسعار مخفضه. ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي، وأكد وزير البترول أن الجهاز نجح في التأسيس لمفهوم سوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في إيجاد التوازن بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وفتح السوق لدخول القطاع الخاص للاستثمار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول قائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها، وأكد إعلامي مجلس الوزراء أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها وفقا لقرار لجنة التسعيرة القائمة للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها، موضحا أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو تثبيت وفقا لقرار لجنة التسعيرة القائمة في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات شهر فبراير بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مال تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 5,200,000,000 جنيه. ربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,011,000,000,000 جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر AGX 30 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 28,434 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6,630 نقطة. صعد مؤشر AGX 100 بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9,362 نقطة.
في أسواق البترول ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال التعاملات مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة، ومع كشف الصين عن إجراءات لدعم جديد لسوق العقارات المتعثرة. ارتفعت العقود اللاجلة لخام برنت بنسبة 55% لتصل إلى 76.40 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 81.29 دولار للبرميل. كذلك زادت أسعار المازوت عالميا بنسبة 73% لتصل إلى 2.80 دولار للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10% لتسجل نحو 2.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد في تقرير له أن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الصراع، إذا توقف القتل في القطاع الفلسطيني على الفور. وقد صرح أنكتاد بأن الصراع أدى إلى تقلص 24% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة، وانخفاض 26.1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله. أضاف أنكتاد أنه إذا انتهت مجازر الاحتلال وبدأت إعادة الإعمار على الفور، وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة ما بين 2007-2022 بمعدل سنوي متوسط يبلغ 4%، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.